متى نلتقي؟ قصيدة للشاعر السيد عدنان السيد محمد العوامي. إلقاء علي محمد آل مطر. ماذا بقي؟ رحماك ماذا بقي للورد في موسمه المونق؟ مررت فالدرب رحيق الشذا ورفة الصحو على المشرق. هذه أنت حنان التقى، إن أنا لم أغضي ولم أطرق. أغضي وفي عينيك شوق الهوى، وبين جنبي غوي شقي. يهيم بالحسن وأطيابه، يجن باللألاء بالرونق. وأنت لو طفت على ناسك أنكر تقواه فلم يتقي. ولو تنفست على برعم أخجله العطر فلم يعبق. شقيقة الزهر وأخت السنا، فدا لعينيك شذا الزنبق. من ذا رأى العشق على دربه يحتل عينيه فلم يعشق. ساعة أقبلت ترف الرؤى على رفيف المخمل الأزرق. تموج العطر فخلت الندى على جبيني وعلى مفرقي. وانتبهت في أضلعي رغبة وألف حلم شيق شيقي. شقيقة الزهر وأخت السنا، ماذا توجست لكي تفرقي؟ أنا فتى الحب وهذا الهوى، من فيض أكوابي ومن دورقي. مسافر خلف حدود المنى بلا شراع وبلا زورق. والدرب خال، فإذا فاتنا أن نلتقي الآن، متى نلتقي؟